اهلا وسهلا بكم فين ما كنتوا. كما ذكرتكم زميلتي صوفيا فقرود في الرقم نعاود نذكركم به 0537709539 الاستاذ جمال الدين سيدي. صباح الخير. مرحبا. صباح الخير. مرحبا لاله جيهان. وكنتمنى المستمعين والمستمعات يكونوا بخير وعلى خير وفي الانتظار. في الانتظار دائما بكل نصائحك وبكل الارشادات اللي كتعطي وبكل البيلات اللي احنا مخدمين ان شاء الله في هذا الاسبوع هذا. احنا غادي ان شاء الله في طريق المظلم وبين لنا الطريق ان شاء الله ونوصلوا بامان معك ان شاء الله. استاذ جمال الدين سديدي يمكن كان يعني الموضوع اللي طرح رسول اللي انا يعني من المواضيع اللي حطيتها في الاسبوع حول هجره الابناء وكيفاش الوالدين كيعيشوا من بعد هجره الابناء. ولكن بعد المكالمه الهاتفيه اللي جاتنا من عند حليمه من تازه الا وخاصنا نوقفوا عليها استاذ جمال الا وخاصنا نتكلموا على المرض كيفاش ممكن انه يكون تفرقه او شتات. كيفاش ممكن ان الراجل يتخلى على مراته في ازمه من الازمات واللي هي دايزه او لا واحد تجربه اللي الواحد فعلا يمكن فيها ضغوطات ولكن راه غتفاجئ من بعد كتلقى الراجل تخلى الخوت الحباب كلشي تخلى كلشي زاد. هنا المراه ما حيلتها لمرضها ما حيلتها لهذا الغدر وهذا الخيانه اللي تعرضت ليها. هي في الحقيقه بالنسبه لهذا الموضوع ديال لاله حليمه الله يشافيها ويعافيها ويشافي ويعافي جميع المسلمين والمسلمات. هذا راه غير هاد بحال فيض الكاس هاد المرض ديالها. اما هو الاصل ديال هاد الرجل مسبب هو هكاك يعني ما عندوش اخلاق. وعلاش حنا بغينا في الزواج من بين الحوايج المهمه اللي تنركزوا عليها يكون ولد الناس؟ نعم. حتى نهار يكرهني ما يادينيش. اذا هنا يعني حتى ما عندها حتى معنى ما مقبوله حتى شي دين. المقياس ديال ولد الناس ولد الناس في نظري هي صعيبه. هي انت تكوني مزيانه ربي تفرجها عليك. وكاينين عيالات اللي دابا ممكن تقول لك انا مزيانه فوق ما تصور استاذ جمال. هذا ما ولكن الراجل ماشي ولد الناس. الا ما كانش ولد احنا دابا حيت هما كاينه خصوصيات لكل حاله حاله باش ما نعمموش كل حاله حاله وتلقاو نقطه الضوء. بعض المرات هذيك المراه اللي كتقول انا بخير هي مقصره في جانب او في اخر وهي ما عارفاش ما كتعرفش بانها ما عارفاش. كاين هذه الحاله. كاين الحاله اللي هي ابتلاء بالعكس هي رائعه انها تلاقات بذاك الراجل في شي شكل مهممها ومغممها ولكن مكحل ايامها. هنا الا كانت دارت وقفه راه في صالحك الله يحبك لانك مع الناس الابتلاء. من اشد الناس بلاء يا رسول الله؟ يعني الانبياء ثم الصالحون ثم الامثال من الناس. هذه المساله مهمه نعرف بانني انا من الناس ديال الخير انا واعره وربي تبتليني وانا راضيه باللي قسمه الله. الطريقة باش كنتعامل مع هذا الابتلاء هو أول حاجة تنطلبوا من الناس كاملين ينتبهوا لها هو الرضا. يعني تنقبل هذا الوضع. وكيفاش نتعامل معه؟ احنا قلنا دائما كيفاش كنتعامل مع الوضع مع الآخر اللي ماشي هو هذاك بين قوسين. إذا تنقولوا بأنه التمس له العذر. علم الله الظروف اللي داز منها وكيفاش تربى كي دايره الأم ديالو. والحاجة الثانية أنا هاد الساعة وحنا تنهضروا مع قلت لك انا حاله كل حاله صعيب نقولوها بالعموم ابحثوا عن الخير فيه. دائما كنبحث على الخير ونبعد من الحوايج اللي قباحين فيه واللي تيغلغلوني. الحاجه الثالثه هي دائما انا كنهتم بالذات ديالي وهذا اهم موضوع انا بالي في حياه الانسان هو المناعه النفسيه. ممكن نطرقوا لها نيت اليوم المناعه النفسيه. يعني ملي تشوف شي حاجه ما عجبكش ولا ذاك الراجل ماشي هو اللي لقيتيه كيفاش تكون عندك المناعه ما تأدي التصرف ديال الاخر يديك القلق والتوتر والاحباط. هذه المناعه النفسيه او اللي كيسميوها التصالح مع الذات. خصني نشتغل على راسي. كنطلبوا نعم. من الزوجات والامهات التصالح مع الذات. كوني بخير واش ما ياثرش فيها الاخر. الاخر غير رايه. بحال دابا مثلا هذا اللي تخلى عليها الحمد لله ربي نجاني من هذا الانسان وبان على حكمه رب العالمين. وما ولدتش ولاد منه رائع. حكمه. اذا ربي سبحانه وتعالى بين لي هذا الراجل. نعم. لان كان ممكن يحطني في أسوأ حالاتي. الحالات يعني في هذه الحاله اللي هي فيها ويدخل عليها امراه اخرى. نعم. هذا ماشي ولد الناس استاذ جمال الدين. ولهذا انا قلت الاخلاق. ولد الناس شهاده وعلاش انا نتعادى قرب عندي ولد الناس شهاده علاش انا نتعادى
قرب عندي قول لي واش اللي بينا تقنع غير البارح يا كبرنا يدي في دين وحلفنا لحبيبي دوز حبيبو والقدر ماشي منا اشنو ذنبي قول لي صرح ما تخبي عليا اشنو ذنبي قول لي صرح ما تخبي عليا وانت في القلب يا الغالي هديتو ليك الغالي مع شبابي قضيتو هو وحده اللي بقالي أول الناس أشهادة أول الناس أشهادة وعلى شهادة سعادة قرب عندي قول لي يا واش اللي بينا تقادة ولد الناس راه طبعا أستاذ جمال الدين سديدي راه داكشي مطبوع جاي من مطبوع جاي من عند الام جاي من التربيه جاي من عند الله كيقول لك مربي من عند ربي ربي من عند ربي وهي احنا دابا اللي تيهمنا في القضيه ديال الاخلاق نعم. النبي عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ولهذا احنا تنطلبوا من الناس ومن نفوسنا حتى حنا حنا راه مقصرين الناس يبدي صحابهم تنهضروا يقولوا راه هما 100% بزاف هادشي لا 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 حنا نخطئ ونصيب حنا بحال الناس عاديين وكي كنجتهدوا باش تكون حياتنا افضل الاخلاق رقم واحد في تربيه الابناء فاطمه من خريبكا صباح الخير لاله فاطمه نتمنى تكوني بخير وعلى خير الناس ديال خريبكا يكونوا بخير وعلى خير لاله فاطمه صباح الخير لاله فاطمه اهلا وسهلا الحمد لله كي دايره جمال ديال سيدي كلشي لاباس لاباس مبروك لاله فاطمه مرحبا كي باغا نسول جمال ديال سيدي الله يحفظ لك الوالدين اييه لاله تفضلي عندي واحد البنت عندها 8 سنين وعانيده بزاف 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 وما كتسمعش وكتمشي للمدرسه ما كتكملش التمارين ديالها ما كتركزش ديما كتجيب الدفتر ديالها خاوي كتكتب شطره وجوج شطره وتجيبو خاوي ديما ما كملتش التمارين وداكشي اللي كتقول لها المعلمه ديرو في الدار كتقول لي مره ما كتقولش ليا مشطونه باللعب بزاف ما نقولش لك اخويا جمال زيد سيدي بزاف بزاف وكان كنقول دابا هادشي واش غيتحيد منها ولا غيبقى فيها واخا تكبر يبقى فيها لاله فاطمه شحال الوليدات عندك عندي جوج بنات جوج بنات هذه الكبيره ولا الصغيره كبيره والصغيره شحال في عمرها صغيره عندها 5 سنوات اذن لاله فاطمه راه انت باقا جديده في هذه المهنه وباقي تبعك اشواط طويله لاله فاطمه كوني نعم. على يقين بان ما كاينش طفل عنيد هو طبيعي يكون هكاك حنا ما عندناش الخاطر حنا ما عندناش الخاطر وكنبداو نعاندو معاه غير ما تنسيش دائما لاله فاطمه بانك مربيه ما تطيحيش في الفخ انك قدها بحال دابا في العناد اللي تدير انا تنبدل الموضوع نهائيا باش ما يتحولش هذاك العناد الى عدوان الحاجه اللي تنطلبوا منك لاله فاطمه كي دايره علاقتك معاها واش كتغوتي يا لاله فاطمه واش كتخرجيها كنغوت كنحاول معاها حتى نعيا كنسيت معاها كنعيا تتعصبني ونبدا نغوت مزيان دابا لاله فاطمه نعطيوك مثلا واحد التكليف لمده شهر شوفي واش تقدري ديري وانت راه غتقدري لي ديري لي انك نديرو الله يرحم ليك الوالدين هي كاين شي حل وريه لي الله يخليك تحفتك نديرو نطبقو اخويا نديرو علاش لا اولا اعتبري ان هاد الحاله راه غي دايزه عابره هادي راه غي دايزه ما تخافي ما والو والسؤال تركز اللي ما كتركزش في القيس عادي كله عادي ما عندهاش الرغبه شتي اللي ما كيركزش ما عندوش الرغبه اما الاصل راه كاين كتركز غير شويه كتركز غير شويه زعما هي ذكيه كتكون كتركز راه ما عرفتش شحال من نقطه غتجي لاله فاطمه كتقول لي المعلمه راه غير شويه وعاوتاني وتها لاله فاطمه نعم ملي كتكون تتلعب ماشي كتركز كتلعب ومني كتفرج شي فيلم ما متبعاش مزيان راه كتركز مزيان ولكن غير في القرايه ما كاينش التركيز في القرايه ما كاينش اذا في الاصل هو التركيز كاين باش نجيبو خص نحيو الرغبه الرغبه هي نصلح علاقتي مع بنتي وباش نصلح علاقتي مع بنتي نبدا براسي انا ما نكونش مقلقه ما نكونش معصبه كنهتم براسي كندير الرياضه الا كان شي شغل عندك تبقى تنشغلي سيري للجمعيات الا كنتي خدامه راه مزيان خصك تكوني منشغله يعني تكوني انت بعدا مزيان وبعدي من الناس اللي كيشكيو بزاف الا عندك صديقات كيشكيو هادوك راه كيسلبوا الطاقه الايجابيه اصدقائي راه في الدار عارف الدار ما كنخرج ما عنديش كاع واش كدير النهار كامل في الدار ما كتخرجيش كنشقى كندير الشغل ديال الدار وعندي الرنده كنخدمها مزيان كدير اذا كيجيو عندك الناس ولا انت كدير لهم الخدمه لا كيجيو
مزيان وما كتخرجيش ديري شويه تمشي؟ لا ما كنخرجش. وبقى تمشي دابا بحال الكاميرا دوريها شي شويه للا فاطمه، يعني اهتمي براسك الاول باش تقدري تكوني قدوه لبنتك. كل ما كنتي انت فرحانه ومبتسمه او معصبه ما تنتصوري شي كليانه ما خلصاتكش، وانت كتبنت اجي ما كتقراش والصوت ديالك ترتفع. وليداتنا هبه من الله، خصهم الوقت، اعطيهم الوقت، اعطيهم الابتسامه. تغافلي لمده شهر ما تشوفيش الحوايج القباحين فيها، شوفي غير الحوايج الزوينين، غتكتشفي بنت وحده اخرى. واضحه لاله فاطمه؟ غير البدايه ركزي غير الحوايج الزوينين والكلام الزوين. الحبيبه ديالي جيتي توحشتك والله الا كتونسيني، الجلاس ديالك في الدار شي حاجه كبيره، يلا نخرجوا نتمشاو شويه، توحشت نخرج انا وياك. هذا هو كلام كلاله فاطمه لمده شهر، وتشوفي التركيز واش غيرجع باذن الله. الله يخليك الوالدين، الله يجازيك بخير. صباحك مبروك لاله فاطمه. واش كتعقل استاذ جمال الدين على واحد الوليد كان تواصل معنا من سلا وباغي يشوف الشيف موحى وطباخ ماهر وعاقل عليه؟ عقلت عليه بالضبط، وعلى انك يسرتي ليه هذا اللقاء وتلاقيتي انت وياه والسي موحى ومشينا وحضرنا معاهم لو تورناج ديال ماستر شيف. باقي عاقل وشنا التصاور معنا. ايوب صباح الخير، مرحبا بك. الو صباح الخير، اش اخبارك ايوب؟ لاباس. كلشي مزيان؟ مزيان. دعا معايا شي دعيوه؟ خاصك ما صعب. يا ربي امين. زيد وحيده اخرى. خاصك ما صعب. يا ربي الله يسهل عليا. نعم ايوب. خاصك دابا نجحت باسوس خي. اييه. ياك نجحت فيه. اها. ياك. اها. نجحت باسوس خي انه باتيسري. اييه. حيت بغيت تعنوني في الطبخ، عندي الطبخ. باش تعنوني. بغيتي دير الطبخ. اه. اييه. واش نو بغيتي نعاونوك؟ واخا سي ايوب الولي. ايوب غير باش نوضح لك، هو ملي تخيزومي اولا من عقلتي. لا عقلتي سي بغي. نعم تماما. وكان دابا نجح في لاباتيسري وبغى كذلك يولج عالم الطبخ. فاش بغيتي نعاونك ايوب؟ واش في توجيهات، نصائح، ارشادات؟ الاستاذ جمال الدين ها هو معك، ممكن يتكلم معك بكل اريحيه. عاونوا عاونوا استاذ جمال، انا ندي الدعوه نتعاونوا. عافاك ايوب. مرحبا سي ايوب، شنو نوع المساعده اللي بغيتي؟ انا المساعدة ديالي اختي دابا نجحت في باسوس خي. اييه. دابا بغيت نساكم في الطبخ. بغى يدخل للطبخ. بغى يدخل للطبخ. نعم. حسب السكنه فين ساكن؟ في سلا. في سلا. انا ساكن في سلا. في سلا كاينه ديك السيده. نعم. غزلان. كاينه ايوب معنا اليوم ان شاء الله الشيف فرح القرماعي، وهي استاذه بمجموعه من المدارس ديال الطبخ كاينه في سلا. ها هي معنا. ها هي وغتكون في الساعه الثالثه، راها حاضره عندك الزهره ايوب. انا غنأمل غنأمل. وي ايوب. لطيفه. لطيفه صباح الخير، شخبارك؟ صباح النور حبيبه ديالي. لاباس عليك، كلشي بخير. باش نوضح لك اكثر، هو في المؤسسه اللي هو فيها داز من لاباتيسري للطبخ. اول حاجه قال لك بغا يشكر الاستاذ جمال، يشكرك استاذ جهان ديالك. الله يحفظك لاله لطيفه. ويشكر الاساتذه والشاف وكل شيء. شكرا. على فكره هو راه دخل الميدان المجال الطبخ. ايوه. العام الاول. ايوه. هو حيت بدا معاكم ونجح في لاباتيسري. ايوه. بغى زعما يعاود الكره باش ان شاء الله حتى في الطبخ ينجح. ان شاء الله. هذا هو الميساج اللي بغى يدوز. ان شاء الله. موفق. موفق لاله لطيفه. الله يحفظك لاله جهان. الله يخليك الاستاذ جمال. الله يخليه لك، وشكرا لك لاله لطيفه على التواصل، كما كنشكروا ايوب كذلك على التواصل. شوفي على اصرار. ودابا انا نبغيو على اراده يعني وليداتنا ينتبهوا للسي يوسف ايوب. اي السي ايوب. نعم. يعني شو على اصرار عنده، راه حتى حاجه ما تقدر تحبسك. نعم. الا كان عندك الاهداف واضح وهذاك شغف. شغف. نعم. عنده هو الشغف انه يدير لاباتيسيري ويدير الطبخ ويديروا ما شاء الله، وغايجي واحد الوقيته نتمناو. عقل عليها السي ايوب، غنتمنى ونتصوروا معك. نعم. وما غنلقاوش الوقت، ما يعني غيكون عليك واحد النفاد، لان راه دخلتي للقلوب وشحال وحدين يعني تعاطفوا مع السي ايوب. نعم. ومنهم السي موحى، يعني الشيف موحى فعلا انه رحب بينا بواحد. ما جاش السي موحى، الشيف موحى احسن. السي موحى وسلامي للشيف موحى. وفعلا الكفاءة. واحد وطيبه واخلاق. طيبة. يعني من نهار عرضتي عليه الحاله. نعم. بقلب كبير. بقلب كبير. ما كاينش تردد. اجي ومرحبا بكم. ما شاء
قبلونا من الصباح حتى العشيه بفطورنا بغدانا يعني الشيف كذلك ديال لا برودكسيون كيفاش تعاملت معنا هذيك السيده كيفاش دخل وتصور مع الشيف محاولي شيف كاملين مع الناس المشاركين وكيفاش انه كبروا به هذا هو اللي مهم هي ديك التكبيره اللي حنا كنحتاجوها استاذ جمال الدين سديدي ما تعطيني والو غير كبر بيا غير كبر بيا ما كبرتيش بيا حتى بكليمه غير بعينيك غير نحسك انك مأمنني في علاقتي بك استاذ جمال وحنا محتاجينها في العلاقات الانسانيه هذا الامان في العلاقات احساس بالامان خصوصا المراه من بين اهم حاجاتها نعم. هي تحس بالامان نعم. والراجل ما كاينش هنا نعم. ماشي هو قبيح هو ما عارفش انا هكذا واللي كيدير راسو ما عارفش كاين نوع اللي تيدير راسو ما عارفش ولكن الاغلبيه كيستعبطوا لك الاغلبيه راه ما عارفينش راه ما عارفش الانت شنو كتبغي فقط لو كان كان شي دروس مكتفه انا سنطلبوا من الام كتعلم استاذ جمال وكاين اللي ما تعلم والابوه والامومه ما كتعطيك دروس ما يعطيهاش لك اكبر البروفيسورات على وجه الارض الازمات والضغوطات الناس الاختلافات والخلافات كتعطيك دروس استاذ جمال وعيات ما تعطي الدروس وفي الاخر تيقول لها كسول اش بغيتي كسول انت خبز شبعانه خبز بغيتي راه الطبع صعيب انا ما تنهضرش على اللي على قلوب اقفالها نعم هذوك يا حفيظ يا ستان نتمنى من الله حتى شي مره ما تاخذ هذاك الرجل ولكن كنهضروا على الرجال كنت نهضروا حتى العيالات راه كاينين العيالات حتى هما كيجحدوا وتيقولوا عمرنا ما شفنا الخير الى اخره وقوي صحات وقوي صحات كاين كاين هكاك المراه اللي كتغوت مثلا الغوات في الدار راه الراجل خصنا نبوسوا ليه رجليه لانه صابر راه ماشي صعيب ما صعب باقي العيالات كيبوس رجلي الراجل استاذ جمال باقيين زمان سي السيد باقي زعما بهذا الشكل لا داكشي لا انا تنقبلها ميتو هي داكشي غير غير سيدي لا بجوجو الرجل والمراه تقدير كنبغي كان هذيك الامانه راه كنبغيو بعضياتنا راه حنا واحد باش في المرض كتبان يعني في المواقف كيبان داك الحب وداك الراجل اللي يستحيل يتخلى على المراه ديالو كاين اللي غير النبي عليه الصلاه والسلام غير سمع الصوت ديال اخت خديجه رضي الله عنها نعم ناض كيجري للباب نعم ماشي اللعب هذا نعم هذيك الوفاء وهذا الوفاء كيجي انا تنقول لك الاخلاق رقم واحد ولهذا انا تنطلب من الامهات والاباء يربي ولادهم عليه يكون مزيان اكثر ما يقرا بزاف يكون صالح يكون صالح راه غيحبوه الناس وغيوصلوكم الدعوات ولد صالح يدعو له ركزوا على الصدق على الامانه على الاخلاص على الكبرياء على عزه النفس ما تشدو ما تشديك وتكون الرجل هذيك الرجل اللي كنبغيوها في الراجل كيطبطب على المراه ويطبطب ما كايناش ماشي ما كايناش عموما كنبغيش نكون كاع انا خصني نكون متفائل نعم احنا مفتوح احنا يعني احنا مفتوحين على جميع الحالات على جميع الحالات والحياه مفتوحه استاذ الحياه مفتوحه والدليل على هذا الناس اللي كيتصلوا بينا راه كاين اللي ملي كيسمع هذا الحوايج يقول لك المغرب كله ما كاين والو لا كاين مزيان كاين مزيان انت مزيانه مع راجل انت وانا بخير احنا هو في السلوك ديالك انت قدامي شكون اللي قال لك هو فعلا انه كاين سيدات او كاين رجال اللي ممكن بلا 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 والهضره يعني كيصور لك صوره مثاليه ولكن اذا دخلتي لداره في معاملته مع مراته راه ما كاين معامله ما كاين والو وفي الازمه اولا في المرض ثقافه الانسحاب استاذ جمال وكاين رجال اللي ربما ما كيعبروش على حبهم وعلى اخلاقهم بالهضره ولكن بالمواقف استاذ جمال وملي كيكون في هاد الازمات وملي كيكون في هاد الضغوطات ديال الحياه اولا في داره كتحس به ملك الاخلاق ملك التعاملات هو ملك في عينين مراته ولكن ما كرهناش هذاك القلب ما كرهناش يكون التوازن يكون البلا بلا ويكون يكون بجوج علاش حيت انا كنبغي كلمه زوينه الله يجازيك بخير ماشي تنمرض على الطبطب عليا لا ملي نكون صحيحه كنحس بالنشوه ديال ملي كندخل للدار كنحس بالاماني خاصها تسمعها خصو يطبطب عليها ويشكر الماكله ديالها يشكر الاتات كيفاش مصاوبه الشقه ديالها وليدها كيدير نقي او سعداتكم عندكم ام بحال خصها تسمع هذه الهضره هي حقها هو شحيح ولكن هو طيب وتيبان في المواقف نعم. حنا تنطلبوا منه لا هذه صناعه راه كتعلم انني نهضر هضره زوينه مع الانثى في داري لان كتشوفيه ربما في الوظيف ديالو كلامه حلو اشحب الخاطر اشحب الخاطر اشحب الخاطر ما شاء الله عليك تبارك الله لا لا ولا انت الاولاد جلسي ومراته اش بغيتي اه اجي فينا اش بغيتي اش بغيتي ما كيذكرهاش حتى بالاسم ديال لا حنا ما مقبولش هذا الشيء حنا الحاجه اللي تنديروا
كنتبعوا الرسول عليه السلام، الرسول كان تيقول الكلام طيب ايوا ولهذا غادي نجيو نرجعوا دائما داك اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام الحب عقده لا تنفك يا عائشه، خصنا كنا نرجعوا ليها احنا كرجال. والمراه كذلك تقدر، كاين المراه ما كتقدرش الراجل وكتقول لي انت بعدا كاع ماشي مسؤول، لا يعني كتمسحي الرجوله ديالو. الحب عقده، عقده لا تنفك. وإذا ترخات مع الزمن ومع الوقت شنو كيرخيها وشنو كيرخف هذه العقده؟ كيرخيها هو التعود، كنتعودوا على بعضياتنا وما تيبقاش داك الاحترام والكلام الطيب. انا كنجتهد يوميا الى الممات، وانت كتشوفي راجل عنده 80 عام والمراه حتى هي في بدايه 80 عام ومقابطين وكيتمشاو. ماشي هنايا ماشي هنا، لا حتى هنا شفتو انا غير بعض المرات هنايا الراجل سابق والمراه تبعه. استاذ جمال من باب المزحه فقط، احنا مغاربه مأصلين فينا الاخلاق استاذ جمال، واكيد يعني دائما كنرجعوا يعني لطيبه قلبنا وكنرجعوا لتضامننا وتكافلنا وكنرجعوا الراجل المغربي والمراه المغربيه اللي علاش ربونا والدينا على العهد، وهذا العهد هذا هو اللي امتن واقوى وهو اللي كيربط العلاقه استاذ جمال. اكيد احنا دابا الطريقه باش كنهضروا بها باش نفرحوا وندخلوا البهجه على الاوصال اللي نسمحوا لنا ندخلوا لبيوتهم بحال جالسين معاهم وكنشربوا معاهم اتاي كويس ديال اتاي معاه شي حاجه اخرى كزياده اتاي ما غاديش كلها وجوده. طيب شكرا لكم على المكالمات الهاتفيه وشكرا على التواصل وشكرا على المواضيع اللي دائما كتقترحوها علينا من خلال هاد الاصوات اللي كنسمعوها كل نهار. شكرا لك استاذ جمال. بعد قليل الشيف فرح غتعطينا سندويتشات شي حاجه خفيفه ظريفه المدرسه للوليدات. شكرا جدا الشيف فرح.